السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم عالم سهام. أولا أخواتي، أريد أن أخبركم أن لي قناة ثانية اسمها يوميات سهام، بها عدة وصفات للطبخ سهلة جدا وبطريقة مبسطة للمبتدئات، فلمن يهمها الأمر أتمنى أن تشتركوا بها وتتابعوني أيضا فضلا منكم وليس أمرا. اليوم عزيزاتي سأشارك معكم وصفات لإيقاف تساقط الشعر، لتطويل الشعر أيضا فلن تعاني من تساقطه بعد اليوم. هذه الوصفات صالحة للرجال والنساء على حد سواء، صالحة أيضا لعلاج الصلع المبكر، لتنعيم ملمس الشعر ولإيقاف تساقطه وإنبات الفراغات بالشعر، خصوصا الفراغات بمقدمة الرأس. كذلك سأشارك معكم خلطتين لتصفية الوجه وتبييضه بسرعة بمكونات جد بسيطة، فتابعوا معي أخواتي للآخر. المكون الأساسي الذي سنحتاجه في هذه الخلطات عزيزاتي هو الأرز، فالأرز يحتوي على بروتينات مفيد للشعر، يقوي ساق الشعرة، يملأ الشقوق بها كذلك، كما أنه يعالج تساقط شعرك ويزيل من معدل نموه. سنضع منه مقدار كوب واحد في إناء، نضيف إليه 4 أكواب من الماء، نضعه ليغلي على نار هادئة، بعد ذلك سنقوم بتصفيته. وطبعا هذا الأرز المتبقي لا نتخلص منه، بل نكمل له الطهي ونتناوله. سنحتاج لأوراق شجرة الزيتون المطحونة، خذي أوراق شجرة الزيتون المباركة، اغسليها ثم جففيها تحت أشعة الشمس، بعد ذلك اطحنيها، وسنضع منها ملعقة كبيرة بهذا الخليط. نضيف جل الألوفيرا، غلام الصبار، وإذا لم يتوفر لديك غلام العبوة فاستخدمي الطبيعي من النبتة مباشرة فهو أفضل. قطعي النبتة إلى نصفين بشكل طولي واستخرجي منها الغلام بواسطة ملعقة، بعد ذلك اطحنيه وأضيفيه إلى هذه الخلطة. بالنسبة لي اليوم فسأستخدم غلام العبوة، سأضع منه ملعقة كبيرة. سنضيف أيضا ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، واستخدمي أي نوعية لديك. وسنحتاج لملعقة كبيرة أيضا من البابونج، يمكنكم استخدامه على شكل زهرة مجففة أو مطحون بهذا الشكل. سنضيف منه مقدار ملعقة كبيرة. نخلط هذه العناصر جيدا. هذه الخلطة تعالج الشعر المتقصف، تعالج تساقط الشعر، تقوم بتطويله، ورائعة جدا جدا لتقوية الشعر. فالأرز عزيزتي به معادن وبروتينات تغذي فروة الرأس وتنعم الشعرة لتساعد على تطويلها بشكل سريع جدا. نحضر جورب من النايلون، وطبعا الجورب يجب أن يكون جديد ونظيف، أي غير مستعمل، نستعمله فقط للوصفات الطبيعية. سنقوم بتصفية هذا الخليط به. وهذا الخليط المتبقي الذي نحصل عليه لا نرميه، بل نحتفظ به ونستعمله كمقشر للوجه، فهو ممتاز جدا للبشرة. بهما الأرز، به كذلك جل الصبار، زيت جوز الهند، وكذلك البابونج وأوراق زيت الزيتون،
وكل هذه تركيبة أكثر من رائعة للبشرة. فهو يصفي البشرة، يزيل آثار الإسمرار، كذلك السواد الناتج عن الإهمال، وكذلك آثار الحبوب. فضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم افركي به قليلا لعمل تقشير، واغسلي بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. فهذه الخلطة ممتازة للبشرة عزيزاتي، أعطيتها لكم لكي لا تتخلصوا من المكونات، فهي مفيدة أيضا للبشرة ويجب الاستفادة منها بكل تأكيد. لنعد الآن لوصفة الشعر. نحضر قنينة بخاخة أو رشاشة، نملأ بها الخليط ونرشه على فروة الرأس والفراغات بمقدمة الشعر، كذلك المتبقي منه نضعه على الأطراف. قومي بعمل تدليك لطيف لفروة الرأس لتستفيدي من المكونات وتتغلغل لداخل أعماق الشعر وتستفيد منها. غطي شعرك ببلاستيك غذائي، اتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي الشعر بشكل عادي بالشامبو الاعتيادي، وكرري هذه العملية يوم نعم ويوم لا، فالنتيجة عزيزتي رائعة وسريعة بإذن الله. لننتقل أخواتي للوصفة الثانية. سنحتاج بها لحبة بيض، فالبيض يعالج جفاف الشعر، يعالج قشرة الرأس، تساقط الشعر، ويغذي البصيلات، وكذلك يطول شعرك. نضيف إليها 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. نضيف دقيق الأرز أو الأرز المطحون، اطحنيه بنفسك بالبيت أو اشتريه مطحون، ملعقة واحدة. نخلط هذه المكونات جيدا. بعد ذلك سنزيل القليل من هذا الخليط ونضعه في إناء جانبا، تقريبا ملعقتين كبيرتين، ونضيف زيت الزيتون، وحبذا لو كان لديكم زيت الزيتون البكر من العصرة الأولى، وإذا لم يكن أو لم يتوفر لديكم استعملوا العادي. فهذا الزيت أي زيت الزيتون كنز للشعر، لأنه غني بالأحماض، يغذي الشعر، يقلل ظهور الشيب، ويقوي الشعر ويطولها ليعطيك لمعان وبريق جميل جدا. نضيف منه 4 ملاعق كبيرة. ضعي هذه الخلطة على شعرك ودلكي الفروة بها بلطف، ثم غطي رأسك ببلاستيك غذائي نايلون أو بلاستيك الشعر، لفيه بفوطة مبللة بماء دافئ واتركيها على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسلي بالماء والشامبو الاعتيادي. طبقي هذا الماسك مرتين بالأسبوع. لننتقل الآن عزيزاتي لهذا الخليط الذي احتفظنا به من قبل. سنحضر به خلطة رائعة للوجه لإزالة الكلف وأثار حب الشباب. فأضيفي إلى هذا الخليط ملعقة صغيرة من الحليب على شكل بودرة أو الحليب المجفف، يمكنك تعويضه بملعقة صغيرة من الياغورت الطبيعي، الزبادي الطبيعي، اللبن أو الروب، دهن المسوس، كل بلد وكيف يسميه. نطبق هذا الماسك على بشرة نظيفة، نتركه نصف ساعة ونغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. بعدها رشي التونر أو ماء الورد على وجهك. هذا الماسك يعالج المسامات الواسعة، يعالج الكلف،
يكافح التجاعيد ويغذي وجهك، وكذلك ينظف بشرتك بعمق. كرريه 3 مرات بالأسبوع أو كلما استخدمت ماسك الشعر. بالنسبة لرائحة البيض بالشعر عزيزاتي، فقد سبق وشاركت معكم من قبل نوعين من معطرات الشعر. سأشارك معكم رابط الفيديو هنا أعلى على الشاشة لمن تزعجها رائحة البيض. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفات عزيزاتي، ودائما من أجل شعر صحي ومتألق حاولوا دائما علاج المشكل داخليا. تناولوا أغذية مليئة أو غنية بالمعادن كالحديد والكالسيوم. اشربوا الماء بوفرة على الأقل لترين باليوم، ودلكوا كذلك فروة الرأس يوميا على وضعية الركوع، فهذه الطريقة تحفز الدورة الدموية، تسرع جريان الدم وتدفق الدم والأكسجين إلى البصيلة. شكرا على متابعتكم أخواتي، وإلى اللقاء.